بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا هاي المبردة برفاب. هذا الكبر مالها برفاب. العقل مالها وكالآتي. هذا الفيوز كل ما نبدله يضرب. بعد ما شخصنا العقل بأنه بالواتر بام، الواتر بام محروق. الواتر بام من تحول على كول بالوجه الأمامي مسير كيمياء يضرب الفيوز. بالنسبة للسرعات تشتغل اعتيادي. نضغط على كول رأسا يضرب الفيوز. فسوينا لغينا الواتر بام واشتغلت اعتيادي. هسه جبنا لها واتر بام جديد. الواتر بام جديد. راح نبدله بالمناسبة المبردتين نفس النوعية جني. شوفين واحدة يملك نفس العطل اثنينها. يضرب عندنا الفيوز. فحبينا ننوه عليه. تفصل الواتر بام وتشغل ما راح يضرب الفيوز. الان تبدل الواتر بام. هسه راح نبدل الواتر بام. الكليبسه مات الواتر بام نتبعها من هنا. شوفها هذه. وشكرا لكم.